انا هذيك المرأة تخدم على ولادها، عندها 5 ولاد ومخصوصه، طلبت مني باش نعطيها قرض، والقرض هذاك ماشي حتى تاعي، تاع اختي. سلبتها 60,000 دينار، 6 ملايين يعني، 6 ملايين قديمه، خدمت قعدت ايام وردتها لي. ردت لك 6 ملايين؟ هي كي تروح عندها المصحف منا وهي قاريه القران بيان الحمد لله. ولكن انا كنت حارز روحي من الجانب القانوني. نهار اللي بغيت نعطيها الدراهم درت لها استعراف بالدين، هذا الموثق، ومن نعطيها تخرج الدراهم ولا نعطيها على مستوى الشك، باش هكا تثبت باللي وصلت المبلغ اللي وصلته. من بعد ابري ميم با عام ولا هكذاك، فقت بروحي باللي على حساب الكلمات تاعها. كنت شي ديفو واحد غير على حساب الكلمات يقول لك 2 جملات تلقاهم متعاكسين. قلت له ودي الدراهم الناس غير رجعيهم لي. شحال المبلغ؟ 4,129,000 دينار. هاد امور 6 ملايين؟ لا، 6 ملايين رجعتها لي. من بعد تسلفت لها 4 ملايين؟ ماشي 4 ملايين سنتيم. 400 مليون دينار، 413 مليون. علاش عطيت لها 400 مليون؟ باش تخدم بهم. تضرب بالموافقة تاع سير اختي لمولة الدراهم، انا تقريبا وسيط. الور 15 يوم لقيت روحي بالحبس. انا لقيت روحي بالحبس. كيفاش؟ لامت صحاباتها البزنسات معاها، ستة ولا، هذه قبل ما تلام البزنسات داروا نوتر كومبلو. هذوك البزنسات الغاولي على مستوى المرأة اللي عرفتني بهم. نسى هادو علاش حبوا يشوفوك؟ جوستومون عندهم مشكل مع هذيك اللي انا مد لها دراهم. مع هذي اللي مد، معليش نذكر الاسم. الاسم برك بدون لقب. هذه واسمها تبيع الذهب واسمها ثاني. جوستومون مالوريزمون لو نو مارش موافق من الحال تاعها. دونك قالوا لي باسكو هذيك المراه اللي كانت تقول لهم هذا زوجي. مهمتهم في القضيه. قالوا لي يا ودي رانا نسالوها مبالغ. وراهي ما ردت الناس وكذا، وراهي مريضه، هي مرضت في ذاك الوقت ديبرسيون نيرفاز ولا مانيش عارف، وما هي غير داخله في السيناريو هذا. قال لك لعبها مهبول تبع كسور. فوالا كي دار هكذا. انا قلت لهم بالوحده تقسيتهم امام مولات الدار وولدها وزوج اللي راحوا معايا. ومادام تعرفيني؟ قالت لي لا. مادام ضمنتها؟ قالت لي لا. مادام عطيتيني دراهم؟ قالت لي لا. هذا السؤال طرحته لكاع اللي كانوا تما هكذا، قلت لهم انا الضحيه كبيره فيكم، باسكو هما يهضروا بمبالغ ما بين 50,000 دينار، 5 ملايين قادمه و 18 مليون. قلت لهم انا ثاني ضحيه، نستنوها تريح ونديروا فيها شكوى كالعاده. قلت لهم عندي كواعط، انا ماشي غير. طيب الحاج وشنو علاش رفدوك لي جوندارم؟ الشكوى اللي داروها بك وشنو هي؟ هذوك النساء يقولوا باللي عطينا هذيك الدراهم وهي تقول لهم عطيتهم له، وليت انا اذكره. دونك على اساسها جاو رفدوك؟ نعم، على اساس هذا الشيء جاو رفدوك. طيب الحاج، هذا الشيء اللي صار كامل، هذه تبانت؟ ايه، وكانوا حاكمينها ثم. تهمت روحها، هما متيتر كيما تهمتني انا. وفي التالي غير هي اللي شهدت فيا. قالت لهم عطيت لها الدراهم، هما هذوك النساء ما قالوش طاول لي انا مباشره، قالوا طاولها ليها. وهي في الدور تاعها قالت عطيتهم لي. طيب وعلاش؟ نعم هكا خلصت القضية؟ هكذا نورمالمون، ما كان لا دليل لا بروف لا والو.